بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا في كل مكان. نبض الشعب في هذه اللحظات وفي المادة الاستطلاعية المطروحة للنقاش: هل تؤيد استبدال الطاقم الاقتصادي في الحكومة بسبب إخفاقه في معالجة ارتفاع نسب البطالة والفقر؟ مادة استطلاعية جديدة في هذا المساء نبدأ الحوار فيها بعد أن نتابع في هذا التقرير. أكيد بأيد يعني استبدال النظام الاقتصادي في الحكومة، لأنه يعني الصراحة بزيد عنا البطالة والفقر بالنسبة للشباب كشباب إحنا يعني كثير بزيد. وبس شو الحل بدكم؟ الحل استبدالهم وإنشاء حكومة جديدة يعني كاقتصاد وهيك وبس. تغييره بشدة لأنه غير قادر على إدارة الأمور بالمرحلة الحالية. بأيد تبديل طاقم الاقتصادي في البلد، بتخف البطالة، الشباب بيشتغلوا، البلد بيشتغل، بعيد الازدهار البلد. بشدة أنه ما فيش فايدة، يعني كم محاولات ووعود بالإصلاح وإلى آخره، يعني محل مكانك سر، وهذا شيء يعني ضايق الناس. يعني لو راح طاقم اقتصادي راح يجي طاقم اقتصادي نفسه. يعني نسبة البطالة كل مالها قاعدة بتزيد، نسبة الشباب العاطلين عن العمل كل مالهم بتزايد أكثر، والشيء هذا صار ملموس وواضح لكل أفراد الشعب بلا استثناء. ما دام في بطالة إذا ما توفقوا في خطتهم لازم نستبدل الخطة أو نستبدل الطاقم. إحنا بنفضل إنه نبدل هذا الطاقم لناس عارفة إيش إحنا رايحين للأبعاد الجاي، بمعنى ينزلوا للشارع يشوفوا شو الوضع اللي قاعد يصير، أساس يختاروا الناس الكفاءة إنها تقدر تحل هاي المشكلة. الحكومة أكيد أخفقت في معالجة الحكومة البطالة، أخفقت في شغلات كثيرة، بس هاي هي الأساسي اللي هي الإخفاقها في معالجة البطالة، هاي هي السبب الأساسي اللي هي. حياكم الله مجددا مشاهدينا في كل مكان. إذن هل تؤيد استبدال الطاقم الاقتصادي في الحكومة بسبب الإخفاق في معالجة الارتفاعات في نسب البطالة والفقر؟ طيب، أولى التعليقات من خلال التقرير: 100% المطلوب ترحيل الطاقم الوزاري كما كان في الحكومات السابقة اللي أوصل أبناء الشعب إلى ما هم عليه في هذه الظروف الصعبة. ويطلع لك رئيس وزراء أو وزير تخطيط ويقول لك ما احنا كل العالم ضربته جائحة كورونا. جائحة كورونا عمرها يعني أقل من عامين، لكن قبل ذلك ما هي النتائج؟ اسمعوا تصريح وزير التخطيط في حكومة الدكتور بشر الخصاوني ماذا يقول. تراجع معدل البطالة إلى 23.2% في الربع الثالث من هذا العام، إذ يقول وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر شريدة اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في الأردن تراجع إلى 23.2 في الربع الثالث من العام الحالي، وبواقع 1.6% مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته. هذا تبجح كبير ينظر إليه المواطن الأردني. ويضيف خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب أن معدل البطالة بين الشباب تراجع إلى 44.9، بينما كان أشار تقرير البنك الدولي إلى 51% ما بين الشباب. وهذا طبعا يعني الحكومة لديها أرقام كانت قالت بأنه ما بين الشباب 48.5 تقريبا سجلت في الربع الثاني من العام ذاته. هذه هي تصريحات حكومة الدكتور بشر الخصاونة. طيب خلينا نسمع الناس اللي هي أعرف بالواقع من الحكومة ومن الوزراء أيضا، سواء كان التخطيط أو العمل أو غيره من باقي الوزراء. المواطن هو اللي يعيش الظروف الواقعية على أرض الواقع، وبالتالي هو أعلم بحجم يعني
المتعطلون عنده من العمل، وأعلم بظروف الفقر الاقتصادية اللي مر بالناس كلها. حسين من إربد، مساء الخير. حسين تفضل. السلام عليكم دكتور نضال. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. يا هلا، عليكم السلام، تفضل دكتور نضال. الله يعطيك العافية. تفضل دكتور نضال. إحنا المشكلة مش بالطاقم الوزاري ولا بالطاقم الاقتصادي. دكتور نضال، إحنا قلنا لك إحنا مشكلتنا بالقانون الأردني. القانون يحمي الفاسدين، والفاسدين هم المسيطرين على الاقتصاد، مسيطرين على ديوان الخدمة المدنية، مسيطرين على هالبلد. طيب. لو يتغير القانون لابد من الخلاص، قصدك من الفاسدين. شكرا دكتور نضال. حسين من إربد يعزو بأن المشكلة الحقيقية بكل العثرات اللي نمر فيها بشكل يومي وبشكل أصبح شبه ثابت، بأنه هناك كوم من الفساد، يعني نفس الكوم بتاع النفايات. يقول أن هناك أكوام من النفايات بالحاويات وهناك أكوام من الفاسدين لابد من الخلاص منهم. عواد من الزرقاء، مساء الخير. مساء الخير. هلا، مساء الورد. يسعد مساك دكتور نضال. يا هلا. احنا مشكلتنا بالطاقم الاقتصادي والطاقم الوزاري كلها تتاكل يا سيد الكريم امام ديوان الاقتصادي. فهذا جزء بسيط من مشكلتنا. ماذا يعني ديوان المحاسبه؟ سيختفي ديوان المحاسبه في يوم من الايام. ماذا يعني الاحصاءات العامه؟ ستختفي الاحصاءات العامه في يوم من الايام. الفريق الاقتصادي والوزاري والنيابي وكل الفرق الاقتصادية اللي متآكلة على تراب هذا الوطن كلهم مختفين من الآن إلى اليوم القادم. يعني خلنا أقول لك إنه الفريق الاقتصادي، لا يا سيد الكريم، الفاسدين الفاسدين الفاسدين، إياكم والتبعية ورا الفاسدين. فنحن ما عندنا مشكلة، لأنه لو في فريق اقتصادي وفي فريق وزاري وفريق نيابي بحق القضايا اللي انسرقت، والله العظيم نعمل خير البلد. شكرا. ما في فريق اقتصادي. شكرا عواد الغويري من الزرقاء، شكرا لك، وضحت الصوره تماما. عبد الوهاب من عمان، مساء الخير. عبد الوهاب. يسعد هالمساء دكتور. مساء الخير. اقول لفريق العمل. يا هلا، تفضل. اولا عظم الله اجركم يرحم ما فقد. البقاء لله سبحانه وتعالى. البقاء لله. يا سيدي العزيز، مو بس الطاقم الاقتصادي في الحكومه. انا بقول كل مسؤول حلف يمين امام جلاله الملك انه يحافظ على الوطن وعلى المواطن وعلى الملك، انا بحب اسدله كله. حكومه بشر الخزاوني كلها بدها استبدال. يا رجل وقعنا، يا رجل كان والدينا، المواطن مو داري من جروح. يا رجل يا رجل، وبعدين من غلا لغلا يا جماعه. يا دكتور نضال، كان الله المسؤول اللي حلف يمين امام جلاله الملك وما وفى في وعده، ما وفى في يمينه على كتاب الله، يشيل هاللزقه من على الكرسي ويروح يورينا، يعني من عندي ومن عند جواد الله يورينا عرض كتابه. طيب. يروح، ما بدنا اياه يا رجل. طيب يا عبد الوهاب، عبد الوهاب هذا تصريح اليوم لوزير التخطيط، يقول لك انخفضت، يعني 23% صارت 23.2%. تفضل. معدل البطاله، اتكلم. عبد الوهاب ما مساعدين يا دكتور. شكرا. عبد الوهاب بيضين من عمان، شكرا لك. الحكومة تخدع الرأي العام. يقول محمد العتوم من جرش، مساء الخير. مساء النور يا دكتور. لماذا مضطرة يا محمد العتوم إذن الحكومة أن تخدع الناس؟ يا سيدي، بالنسبة للبطالة 50% مش 22%. بعدين مدام في عندنا فساد بالدولة، مدام في فساد والله عمره ما بنتهي، وفي محكمة فساد مش باخذة إجرام أي واحد. بس عليهم قيموا الحد على الفقير واللي بختي حتى صغير. شكرا محمد العتوم الجرش، شكرا لك يا محمد. انتقل الى تعليقات سريعه من خلال صفحه الفيسبوك. امين الخالدي يقول للحكومه الشعب كله طفران، سيبونا من كل تقاريركم. عبد المولى جرادات يبعث برساله عميقه جدا، يقول فيها انه يعني تراجع اعداد المتعطلين عن العمل سببه الانتحار يا دوله رئيس الوزراء. يا بعث أمين الخالدي أيضا رسالة أخرى، مساء الخير إليك. جمال العلاونة، مين ما يجي ما يتغير شيء. طيب المعتز بالله، مساء الخير إليك، كل الاحترام لك ولرئيس مجلس النواب. ريان اليموني، كل الشعب مطلوبين على شكات وكمبيالات، أي بطالة تتكلموا عنها
شكرا لك براق ايضا. طيب احمد ابو اكرم مساء الخير لك. كل الحكومات من نفس العلبه، فاي تغيير انت متصور يكون ايجابي للناس بشكل عام؟ ايضا رساله من الاخ حسين، الارقام اللي الحكومه تعطيها بانخفاض اعداد البطاله هي ارقام وهميه يقول. طيب خلينا نسمع راي جميل صالح من الطفيله. جميل مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير دكتور. يا هلا يا جميل، كيفك دكتور؟ شلونك؟ ما تعين عندك من هالشباب يعني من هالنسب اللي تحكي عنها الحكومه؟ كيف صحتك يا دكتور؟ يا هلا يا انا والله في عندي ملاحظه بدي اياك ترسلها، رساله مني لجلاله الملك. تفضل. الرسالة يا سيدي، أنا منذ 5 سنوات وأنا بشكي على من مزرعة الدواجن في محافظة الطفيلة، وأربع محافظين ما قدروا يعملوا ولا شيء مع صاحب المزرعة، وإحدى المحافظين قال لي، بقول له جلالة الملك حسين الله يرحمه، بقول له الإنسان أغلى ما يملك منك، فقال لي بالحرف الواحد الدجاج أغلى ما نملك. طيب. فأنا أرجو أن تصل رسالتي إلى جلالة الملك. هاي جميل جميل جميل. يا أخوي يا جميل يا جميل يا جميل، هذا الموضوع يا ريت أنك تتواصل فيه مع زميلنا. أنا يا دكتور اسمعني يا أخوي يا جميل، ما أنت بدك رد بالنهاية عليه على أساس يقدر يتواصل إليك مع محافظ الطفيلة ويطلبه على الهواء مباشرة، يقولوا شو قصة جميل صالح عندك بواحد اثنين ثلاثة أربعة. أنا الآن لا أتمكن من التواصل مع محافظ الطفيلة، فبالتالي تتواصل مع البرنامج الخدمي اللي تقدموا القناة صباحا مع زميلنا خالد الديري، وإذا كان في أي رد على أي ملاحظة تحتاج إلى رد. هذا البرنامج لا أستطيع أتواصل فيه مع أي من المسؤولين بشكل عام، نحن في إطار برنامج يعني اسمه نبض الشعب مثل ما أنتم تعرفوا، وبالتالي تطرح مادة استطلاعية ونسمع فيها أو نسمع فيها وتسمع الحكومة يفترض أيضا رأي المواطن الأردني فيها. أحمد من عجلون مساء الخير. أحمد دكتور هلا، مساء الخير. ريح حالك شوية دكتور، ريح حالك. والله أنا متريح مبسوط بالفضل لله سبحانه وتعالى. طب إحنا بنحتفل بالمئوية الثانية يا دكتور. طيب إذا المئوية الأولى مرت كيف المئوية الثانية؟ يعني نروح نجيب وزراء من الصين ولا وزراء مازونية؟ مولاد بلد هذول يا دكتور. طيب جميل جدا، وأيضا المتعطلين عن العمل أولاد بلد. طيب الآن النواب بدهم يعدموا الثقة، وين النواب يا سيدي؟ وين النواب يا سيدي؟ وين الأعيان؟ وين يا دكتور نضال؟ أنت عارف الآن عجلون يشتاع مرض الطاعون، عجلون عجلون الخضراء، عجلون جميلة الجميلات. الآن دكتور نضال الوضع لا يصاب لك ولا يطاق. 4-5 عاطلين عن العمل، 4-5 قرون جامعات بلا عمل. شو يسوي المواطن اللي راتبه 300 ليرة وعنده 10 أفراد؟ شو الحل؟ اعطيني حل من عندك. الحل بيد الحكومة المسؤولة عن الشأن المحلي في البلاد. فيش حكومة، فيش حكومة يا دكتور، في جلالة الملك فقط، من ناس جلالة الملك. أشكرك أحمد من عجلون، شكرا لك. محمد الحميدي من الزرقاء مساء الخير. محمد مساء الخير دكتور، كيف دكتور؟ يا هلا يا محمد، مساء الخير. يسعد قلبك يا رب. محمد بدي أسألك، بعض الإخوان عن المتصلين يقول لك حتى لو ما طلع وزير التخطيط وحكى هذا الكلام مشان ما يستفز الناس يا أخي. دكتور نضال، أول نقطة هي أنا بدي المسؤول رفيع المستوى اللي حكى بداية السنة ما راح يكون ولا تغيير بالأردن، بدي أعرف من هو، حاب أشوف من هو. تذكرت يا دكتور؟ ها فإحنا بنحكي قاعدين كالآتي، بدكم توصفوا 100,000 واحد، طب ما في 1.5 مليون متعسر مالي، محلاتهم تسكرت، بيوتهم انخربت، فهل 100,000 هذول هم الخريجين الجداد والقدام ولا 1.5 مليون متعسر أردني؟ فنفسي أنا واحد مسؤول من الدولة يعطي تصريح على بعضه. يعني اليوم بعطيك تصريح في الشيء مثلا فتح للاحتفالات مثلا هذا السنة، ثاني يوم فيه، ثاني يوم ما في شيء، رابع يوم أمر دفاع، الوضع صار سيء جدا. فاحنا بنقول لك كشعب أردني، قال فقط سيوة بجد الملك عبد الله الثاني
ملك المملكة الهاشمية وشركة المياه بدل ما ترجع على البيوت على فواتير مية والله ما تسدود فقط تدفع من المية. ما حد قال لكم ولا هاي وين جايين؟ هالمواطن بنقص عليه فاتورة مية تحجزوا على داره؟ كل يحترمون للسوق. شكرا محمد الحمايدي. نرجع للتعليق يا محمد. طيب عبدو الحياري من عمان، مساء الخير يا عبدو. مساء الخير. يا هلا، مساء الخير سيدي. راتب رئيس الوزراء مفروض يكون أعلى راتب بكل الدوائر الحكومية والشركات والهيئات التابعة للدولة. نعم. على فيسبوك كاتبين إنه مدير المصاب يستلم 27,000 دينار، يعني 7 أضعاف راتب رئيس الوزراء، والهيئات المستقلة 10,000، 12,000، 15,000. طب مش مفروض يكون راتب رئيس الوزراء أعلى راتب؟ أقول لك المسار وين بتروح؟ هي بتروح للوزارة على الهيئات، على الهيئات ورؤسائها وأعضاء مجالس إدارتها وما نعرف إيش. لا سنات. بعدين سيدي شغلة واحدة، عمرك حسيت مسؤول أو وزير أو عين أو 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 ابنه قدم لديوان خدمة المدنية واستنى وظيفة؟ أبدا. هذول بالبرشوت بنزلوا على الوضع. أشكرك. شكرا عبدو الحياري من عمان، شكرا لك. إسلام طالب، مساء الخير. الأحزاب هي الحل الوحيد، الأحزاب هي الحل الوحيد، ويقول الأحزاب هي من تضرب الفساد والمحسوبية. طيب أمير أبو عليم، مساء الخير إليك. أرجع أحكي، أي إذا أي شخص بالأردن بده حل مشكلة البطالة ورفع الاقتصاد وحل مشكلة المشاكل يعني جميعها لحلها، يقول أنا جاهز لحل هاي المشاكل لو بعرف منبر لحتى يوصل كلامي لجلالة الملك، أو حد يعرف كيف أوصل كلامي. طيب ابعث لنا الاقتراحات اللي عندك، خلينا نعرضهن على هالشاشة. سيد أبو عليم إسلام مرة ثانية، مساء الخير. وفلاح يقول أنا مواليد عام 1960 ويعني 72 سنة عمره ما شاء الله، الله يعطيك كل العمر. وكل عام يقولوا أن العام اللي بده يجي إن شاء الله أنه الأمور تكون أفضل، ويجب شد الأحزمة وإنهاء حالة يعني الإحباط وما إلى ذلك، وما شفناش أي شيء نهائيا. طيب سارة مساء الخير، الحكومة يتم اختيارها حسب الأهواء الشخصية، وبعض الوزراء لا يمتلكون خبرة ولا ليس لديهم علم بالأمور الاقتصادية، إنما فقط الوزير يشغل منصبه فترة زمنية وبعدين يعني 6 شهور 7 شهور شو بده يصلح فيهم. طيب رسائل أحمد جبار، مساء الخير لك. على الحكومة أن تسمح لذوي العقول النيرة وذوي الخبرة وأبناء الوطن، يعني الشخصيات الوطنية اللي حاطة الوطن بجيبتها، اللي حاطة الوطن بقلبها مش بجيبتها، لأنه يقول لك بعض الأشخاص حاطط الوطن بجيبته. كيف يعني حاطط الوطن بجيبته؟ بمعنى أنه مستخدم فاتورة مالية، قديش بده يجيب له فلوس. طيب حسين، الفاسدون هم من يسيطرون على الدولة بشكل أو يسيطرون بداخل الحكومة وبالمفاصلة الدولة والآخرة. حسين يبعث بهاي الرسالة. خلنا نسمع رأي آخر من محمد الحوامدي من جرش. مساء الخير يا محمد. أستاذ نضال، هلا مساء الخير. الله يعطيك العافية على البرنامج الطيب. الله يبارك فيك. والله يا دكتور نضال، يعني قديش يجت حكومات وقديش يجا طاقم اقتصادي جديد، شايفوا ما في اي تغيير اصلا على الوضع الحالي، ولو بيجي كمان 100 طاقم جديد اقتصادي مش راح يغير شيء. ليش ما يغير شيء؟ ليه اي فريق اقتصادي بده يغير ما يغيرش شيء؟ ما بغيروش والله يا دكتور نضال، بظل الرواتب، بظل الرواتب المتدنيه. ها ما بغير. انا بقول لك يا دكتور نضال، تفضل. الفريق الاقتصادي بده يجي بده يحسب ميزانيات هالدوله، وبده يحسب اللي بده يجي لجيابهم، وبده يحسب رواتبهم، وبعدين بستنى الطبقه الكادحه. طيب بلكي في شيء من هنا من هنا يعني. والله عندي اري
والله محتمل يا دكتور نضال يصير فيه تدريجة، الله أعلم عاد. ممكن يكون فيه. محتمل محتمل. شكرا محمد الحوامدي من جرش، شكرا لك. سيد أبو علي مرة ثانية مساء الخير لك، لو أعرف بأنه في مسؤول يعني مصلح بالبلد كان توجهنا بالكلام له وحكينا له. هذه رسالة السيد أبو أمير. أحمد حسن مساء الخير، كم وزير راح وكم وزير إجا، وإحنا ما فيش أي تغيير على المواطن غير رفع الأسعار. المعتز بالله المشاق مساء الخير لك مرة ثانية. طيب يعني أنا طبعا كل هذا الإطار العام للتعليقات والاتصالات وغيره راح نرجع بعد شوية يعني نتناوله على نفس ما جاء من المواطن مشان نبعث رسالة للحكومة تسمعه. فخري التلاوي من البقعة مساء الخير يا فخري. سيد التلاوي تعال. الله يسعد مساك يا دكتور. تفضل. شو أخبارك؟ الله يسلمك. والله يا سيدي احنا بالاردن يعني شعب فيه ناس فقراء ولكنهم اغنياء النفس والحمد لله. طبعا احنا في عندنا شعب فقير ولكن غني النفس. كويس. ولكن الوزاره اللي بيحكوا عنها انتم واحنا والشعب كلياته كويس لا حياه لمن تنادي. يعني وكاننا بننفخ في قربه فارغه زي ما قال او محزوقه. نعم. فما في يعني عندهم لا خجل ولا برحمونا ولا رحميننا ولا رحمين الشعب ولا رحمين حالهم. نعم. هم رحمين حالهم في السرقات كويس، رحمين حالهم وساكنين وعايشين ومبحبحين على حساب الشعب الفقير الميت اللي بيشحب الحاويات اللي بيأكل الحاويات بالنهب كويس. فهنا يعني احنا شو نسوي في الحالة هاي؟ نفصل حكومة جديدة تفصيل؟ ما بنقدر. يعني الشعب ما بيقدر يفصل حكومة تفصيل على قد ايده. فالإنسان لازم يكون عنده ضمير لما يوصل إلى درجة من الدرجات الرفيعة العالية يحسب حساب الناس اللي تحت اللي منه من أدنى منه. هو راتبه الراتب الشخص الواحد فيهم بكفي 10 عيال. يعني أنا لما أنا عندي أولاد اثنين بيشتغلوا في عمان بأخذ 600 دينار كويس. بيجي الواحد بيجي بيصرف من ابني بيصرف من 300 دينار راتبه في عمان، هو رايح جاي وأكل وشرب وأجار سيارة بيصرف 200 دينار. لما بيصرف 200 دينار شو بضل 100 ريال مين هن؟ للكهرباء ولا للميه ولا للدخان ولا للنبس ولا لايش؟ يعني ما ولا يعني لمين بنشكي؟ احنا بنشكي شكوان لله تعالى انه الله يبعث لنا بطانه صالحه والجلال في الملك الله يرضى عليه ويطول عمره ويخليه بقيم من هذا بحط بيجي ما بحط ان الناس كويسين. طبعا هم في نظر جلالة الملك هذول هم بدهم يرفعوا البلد ولكن هم حاقدين على البلد وحاقدين علينا احنا الفقراء. مش لاقيين ناكل. شكرا فخري التلاوي من البقعة، شكرا لك. الى عمان مرة اخرى منذر قطيشات مساء الخير. منذر الله يمسيك بنور النبي يعطيك العافية دكتور. هلا يا منذر. دكتور بس بدي انوه هالشغله بالله، انا بفتح على المواقع الاخبارية احيانا على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع اخبارية موثوقة يعني بكون مكتوب مثلا إحالة موظف حكومة بيداوم بدائرة فلان الفلاني إلى الفساد، إحالة موظف اختلف كذا من كذا. أنا بتفهم بس ليش التضليل على الأسماء؟ يعني ليش ما تكون على الملأ قدام كل المواطنين كونه هذا الموظف يعني تجرأ وقام بالفساد مثلا قام في هذه الخطوة ليش ما يكون اسمه يعني يفترض يعني أنه يكون فيه يفترض أنه يكون فيه يا منذر يفترض أنه يكون فيه بحكم القانون انه اي واحد فاسد يعلن عنه بوسائل الاعلام او غيرها، يفترض يكون فيه هيك. ليه خايفين على مشاعره؟ انا والله مش عارف. لكن اي اعلامي لازم كمان لازم يكون الاسم اسمعني لازم يكون لانه خلي الناس تعرف ان كل احاديثه يعني بجزء هذا يرجع يترشح لدائره حكوميه يرجع يترشح لمجلس بلديه خلي الناس تعرف حقيقته تعرف انه هذا عليه نقطه سوداء. يا اخوي يا منذر قطيشات انت تسمعني؟ معك سامعك. تعرف انه في بعض وزراء لا يجوز بحكم القانون لارتكابهم جرائم يكون بالحكومة ومع ذلك حطوه بالحكومة؟ لولا سيدنا واحد همس بإذنه قال يا جلالة الملك اليوم واحد أقسم قدامك بالحكومة هذا قصته 1 2 3 قالك حشولي إياه بسرعة بسرعة حشولنا إياه يا بحلال مفاصل الدولة فيها فساد الى حنان السماء. انت وين رايك؟ يعني هو الملك
رأس هرم الدولة بده يكون ظل لكل واحد. مين هو الفاسد؟ ابن الفاسد الحرامي الهامل السرسري اللي جاب وزير ممنوع بحكم القانون انه يكون وزير، معناته متفق معه وقابض منه. يا اخي احنا لمتى بدنا نظل نطبطب على المساله؟ طبطبه هي مش طبطبه، لكن لازم عاد الجهات الامنيه لما سيدنا اوعز بهذا الايعاز قالوا له تعال جاي بدنا نحط الكلبجات بايدك وعلى مهجع جيم على الجويده مشان نعرف مين اللي قلنا لك تجي بالحكومه، لانه اللي جابه هو الفاسد الاساسي، مشان يتشارك هو وياي بالحلال. شو مالك انت يعني؟ شكرا لك منذر قطيشات من عمان، شكرا. ابراهيم الخزاعلي من المفرق، مساء الخير ابراهيم. مساءك نور دكتور نضال، عظمه يا هلا. مساء الخير، البقاء لله سبحانه وتعالى. ابراهيم كيفك يا غالي؟ يا هلا. يعني المواطنين يسالوا كيف يدخل وزير بحكومه يعني باي شكل من الاشكال، وبعدين يعني لما يصل الخبر لسيدنا يروحوا مباشره. طيب مين اللي جابوا للحكومه بالاساس؟ دكتور نضال كيفك يا غالي؟ تفضل. دكتور نضال هم اللي استلموا عندنا بالحكومه، انا مش اردنيين هم؟ بالتاكيد. يعني سيدنا، يعني سيدنا منين يروح يجيب؟ يعني يروح يجيب من الصين؟ يروح يجيب من الصين يسلم رئيس وزراء يعني، ولا وزير داخليه، ولا وزير خارجيه، ولا وزير مياه؟ مو كلهم اولاد عشائر من البلد هذا؟ ليش ما يصير عندنا حكم صارم بالبلد هذا؟ اللي العصابات هذه كلها، هي كلها شنو العصابات هاي دكتور نضال؟ نعم. بدنا حكم صارم من صغير، من رئيس الوزراء لحد الطفل اللي عمره 10 سنوات، بدنا حكم صارم عليهم. بدنا قدام المسجد الكبير ينشنق هناك على غيره يتأدب يا دكتور نضال. اما احنا حكمنا يا دكتور نضال هذا حكمنا عاطفي، حكمنا عاطفي، فقوة السرقة وقوة الحرامية. حكمنا ضعيف احنا. شكرا. ابراهيم الخزاعلي من المفرق، شكرا لك ابراهيم. طيب سيد ابو علي مرة ثانية، مساء الخير. رامي الجرادات، مين حكى انه في بالبلد عندنا فساد؟ طبعا يعني رسالة تحكمية اللي يبعث فيها. احمد مساء الخير لك يا احمد. أبو صهيب يقول الفساد بالبلد يعني من الأرض إلى السماء، ويعني يا شيخ يقول لك إحنا واصلين لمرحلة الله المطلع منها. زكريا خطاطبة، الأمر لله من قبل ومن بعد بكل تفاصيل الدنيا. رامي مرة ثانية مساء الخير إليك. تيسير المشاكبة، المهم رفع الرواتب ووضع كم مليون بالبلد رايح يحسن الوضع الاقتصادي. أحمد مرة ثانية. زياد الفاعوري مساء الخير إليك. المعتز بالله المشاكبة. طيب خالد وزياد الفاعوري، لازم كل واحد فاسد يرموه بالحاوية، والله تتلوث الحاوية منه، الحاوية راح تتلوث من هذا الشخص. بس يقول لك يعني ما هو المشكلة إنه في عندنا إحنا في بعض الأحيان لما على سبيل المثال يرتفع الصوت ويقول لك يا عمي والله انهبت، يعني يقول لك يا عمي خلينا إحنا يعني مدارين على هالحالة اللي إحنا فيه، كأنه إحنا يعني لما نتكلم أو يرتفع الصوت ضد واحد فاسد أو ضد منظومة فساد معينة كأنه أنت يتهموك، يقول لك والله أنت بدك تخرب البلد، أي ما أنت بدك تخليني أسكت مشان يكملوا على البلد. والله للعن أبوه الفاسد عبو اللي حطه مين مكان يكون، كيف يعني مين هذه البلد هي لفلان ولا لعلان؟ لكل من ينتمي إلها. أوعكوا تصدقوا أنه في واحد في حرارة، حرارة يعني حرارة حقيقية، إلا ما يكون يعني ما بده يشوف أي شيء سلبي على الإطلاق نهائيا. اليوم إنه السلبي عندنا إحنا 1%، لكن شو نسوي؟ بعدهم يقولوا لك يعني بدك تطول بالك شوي، وإن شاء الله يعني إنه الحكومات الجاية تمشي لنا الأمور. ما أنت شايف كورونا والوضع يعني على الله، وإحنا لنا 20 سنة، 20 سنة وهم يكذبوا علينا. أول كذاب كبير عوض الله، فإحنا من وقت عرفنا بأنه العوض على الله، من عوض الله ومن غيره. وكل الأردن من ما استلم باسم عوض الله التخطيط وحرق كل ملفات التحول الاقتصادي بشان ما يمسكوا عليه أي ممسك، والأردنيين يصيحوا 24 ساعة يقولوا هذا فاسد طبال، ابن طبال، أبوه بتاع نوادي ليلية،
بنص واشنطن ونيويورك. انت جبتوا لنا اياه مشان يمشينا، باع البلد كله وما خلى فيها شيء. بعدين فلان والثاني والثالث، وبالاخير لقينا بانه منظومه فساد كبيره تدار بشكل رسمي من اجمل ما يمكن. يعني كيف اللي طلع خالد شاهين من المطار فاسد محترم موجود الان على كرسي، اللي طلع فلان من هربوا على سبيل المثال مين مكان من الفاسدين هربوا خارج البلد، يعني فساد منظم يا جماعة الخير، فساد منظم يا ابن الحلال. يعني هو ابن إلك عاصي عندك واكتشفت انه فاسد، الا في واحد من عائلتك هو اللي هربه، واحد من الموجودين، والا هو طلع بحكم الجن ولا طلع بحكم من عنده علم الكتاب؟ هذا الكلام تعليله فاضي ما له اي قيمة على الاطلاق نهائيا. في فساد منظم ويدار بشكل رسمي، والا لما خرجت يعني باخرة بحمل ربع مليون طن بعدما تأكدوا فسادها هربت من بين ايدينا واحنا نتفرج عليها. عرفتوا؟ شادي خريسات من السلط، مساء الخير يا شادي. كيفك يا هلا، تفضل. شادي خريسات من السلط، انا متقاعد عسكري. تفضل. انا اكبر مثال عسكري بس يشرك في القوات المسلحة او بالرجال او بالاجنبية طلعوه طرد وشاتلوه وطلعوه انه فاسد بالبلد. هاني الملقي حط ابنه بالمطار وكل المطار المركعة عالية بدي بيعه. او اكبر مثال عون بطيع وخالد شاهين واحد على السيستم بالوزارة الداخلية طلعوا خلال 10 دقائق طلعوا انه مش مطلوب طلع برا البلد، بس طلع برا البلد رجعوا على السيستم المطلوب. واحد ميدان ما نعرف حمدان ما نعرف شو اسمه، والله في اسماء بهالبلد اول مرة نسمع فيها يا ابن الحلال. كمل يا شادي. الفساد بالوزراء وبرئيس الوزراء هو انه حط ايديهم على القران الكريم وقسموا، قسموا شو بده يسرقوا، قسموا شو بده يساعدوا هالبلد. يعني الحكومات تغض الطرف قصدك عن المتنفذين. طيب شكرا شادي خريسات من الصلت، شكرا لك. عبد الكريم التميمي من الزرقاء، مساء الخير عبد الكريم. مساء النور دكتور. يا هلا، مساء الخير. كيف حالك سيدي؟ يا هلا. يا سيدي هي الفساد موجود بكل الاردن. ها احنا كنا نداوم بشركه والشركه هاي بحدود كان فيها بحدود 300 عيله. روحوا 300 عيله هذول واستلمت شركه جديده واحنا طلعونا. يعني في ناس ظل لها سنه، في ناس ظل سنتين عن الضمان وقال لنا روح ادفع حسابكم. طيب في ناس كانت ماخذ قروض وفي ناس عندها جامعات، طيب منين بدنا نجيب احنا نكمل وفي ناس مقاعدين عسكريين وماخذين قروض عليها من السوالف هاي، والله في ناس بعد عليهم سنه مو قادرين يدفعوا ضمان. مش قادر. يعني حدود 300 عيله 400 عيله روحوهم. طيب بدي اسالك شركه ثانيه، شو قيمه الفريق الاقتصادي بالحكومه او الحكومات السابقه اذا يعني احنا واصله عندنا البطاله ل 23% نزلت؟ يقول لك وزير التخطيط انخفضت شوي. يعني هم بيقولوا لك احنا بدنا نخفف من البطاله، طيب هاي حطوا 300 عيله بطاله، طيب مش حرام هذول؟ وراح نقدم للشركه الثانيه بيقول لك عم ما في شيء لكم عندنا شغل، طيب احنا وين نروح هسه؟ وين صفينا احنا؟ شكرا عبد الكريم التميمي من الزرقاء، شكرا لك. يوسف العواملي من السلط، مساء الخير يا يوسف. كريم التميمي من الزرقاء، سيد عواملي تفضل. سيد عوامي اسمعني من التليفون وخفض لي صوت التلفزيون عندك. كيف حالك سيدي؟ يا هلا يا يوسف، شو اخبارك؟ كيف الحمد لله يا اخوي، صلي على النبي. اللهم صلي على روح محمد. بتجيبوا وزراء وبقيموا وزراء. اها، والمديونية زي ما هي نقصت ولا زادت؟ اكيد بارتفاع يا عيني عليك. طب شو مستفيد منهم هذول اللي بتبدلهم رايحين جايين؟ شو مستفيد منهم هذول؟ انا عارف شو مستفيدين منهم. يعني لو انا يحطوني انا لو يحطوني انا بهالصحراء هاي، شايف الصحراء؟ بزرعها وبربي اغنام زي ما قال سيدي ابو حسين، ازرعوا وربوا اغنام وشغلوا هالناس وبتطلع دخل للبلد، صح ولا مش صحيح؟ طبعا اكيد. طيب يعني قصدك مو مناوين يشتغلوا، يمشوا بالمسألة هيك يعني
تمشي يا حال عليك. بس سيدي مناصب ها وسيارات وصفرات والمديرية زي ما هي. أشكرك يعني يوسف العوامري من الصلت، شكرا لك. إلى ذيبان محمود الحوات، مساء الخير يا محمود. السلام عليكم. يا هلا، كيف حالك يا أخ نضال؟ يا هلا يا محمود. أنا في عندي علاج لكل الفساد في العالم. تفضل. العلاج هو بعد ثبوت الفساد على الفاسد كائنا من كان، يقام عليه الحد الشرعي في ساحة المسجد الحسيني أمام الشعب كامل. وما تبدو يصير هذا الكلام؟ هذا إذا طبق في البلد صحيح وأمام الشعب، والله ما تلاقي واحد يمد يده. طبعا أكيد، لكن يعني بدك مين يطبقه على الواقع؟ والله عاد الفاسد الموجود والفاسد الموجودين بدهم قصيد يعني بصراحة. شكرا. الله محمود الحوام من ذيبان، يعني يقول لك أنت قبل ما تسأل عن كل هذه التفاصيل يعني عليك أن تجد علاج لمن يعني ابتعد عن تطبيق حدود الله على أرضه، وبعد هيك تعرف بأنه إحنا واقعنا صحيح أو مش صحيح. نزيه صوالح من عمان، مساء الخير نزيه. السلام عليكم دكتور نضال. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيك بالخير. يا هلا، مساء الخير. الله يمسيك بالخير يا دكتور. مساء الخير يا سيدي. سيدي أنا كل الاحترام للي اتصل قبلي بيقول إنه رئيس الوزراء فاسد، هذا الحكي ما بصير إنه يحكي هذا الكلام. لا هو ما قال رئيس الوزراء ما فاسد، ما بصير يحكي هذا بس الكلام. اسمعني اسمعني نزيه نزيه. نعم. هو حكى في إطار إنه الحكومة تغض الطرف الوزير لرئيس بعض الأحيان. يا نزيه إحنا على أساس ما نرجع للمربع الأول. هو بما معناه يقول لك الحكومات في بعض الأحيان بما معناه تغض الطرف عن الفاسدين، بهذا الإطار حكى الرجل. دكتور الله يعطيك العافية ومسيك بالخير حبيبنا. هل هذا المواطن شاف رئيس الوزراء فاسد أو سرق أو عمل؟ ما بصير. يا ابن الحلال ما أنا قاعد أقول لك الرجل ما حكى بالطريقة اللي أنت تصف فيها. إذا لم حكى أنه في حكومات يعني طيب بدي أسألك سؤال. مش في بعض رؤساء وزراء يقول لك أنا ما بديش أقرب للفاسدين، شو بدي بعش الدبابير أنبشوا علي، خلينا مشي مرحلتي وخلاص. مظبوط يا دكتور. طيب معلش أحكي لك الملاحظة دكتور. معلش أحكي لك الملاحظة. تفضل. امبارح واحدة عراقية بتتصل بتقول أنا بطلع علي 30 دينار كهرباء و40 دينار على العراقي. طيب أنتوا يا العراقية ما أنت جبتوا ملايين من العراق، أنت جبتوا ملايين من العراق وهسه قاعدة بتتضمري على 30 ليرة و40 ليرة. أخلي هالبلد تمشي وخلي هالمركب ساير. طيب احنا هسه موضوعنا مش العراقيين، موضوعنا هل المطلوب استبدال الطاقم الوزاري بالحكومة أو أي حكومة أخرى؟ لأنه ما قدموا شيء يعني برأي المواطن. أنا برأيي ها أنا بقول يا دكتور، دكتور أنا بقول يا دكتور. سامعك سامعك احكي. أنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل ويتقوا الله، وأكثر من هيك ما بنحكي. نزيه صوالح من عمان، شكرا لك على هذه المداخلة. طيب خليل العواد، لو نخلص من السحيجي بس. شكرا لك. الله المستعان. عبد المجيد الزعبي، طبعا الله دائما يعني الأول والآخر والظاهر والباطن كل شيء، لكن بدك من يخاف الله على أرض الله مشان هالناس يعني. حسين مرة ثانية مساء الخير لك. أمير أبو عليم مساء الخير. طيب سيد حمدان المشاقبة يسعد مساك، هو الأخ أبو معتز وأيضا زكريا خطاط بمرة ثانية وزياد الفعوري. روبين من الأغوار الشمالية ولا الجنوبية يا روبين؟ يا روبين الجنوبية. الجنوبية دكتور. من الجنوبية. الله يحييك. الله يحييك. كيف حالك دكتور؟ من الصافي، من صغور المزرعة والصافي كنا نفس المنطقة يا دكتور. والله إحنا دائما بنشكي خاصة من البطالة الوضع زاد بالغور، يعني شو 22% ولا 60%. نعم الوضع سيء خاصة منطقة الأهوال الجنوبية. أنا قلت لك مرة أقسم بالله في ناس بيشتري خبز الدين من الفرن
من الفرن في تفطر عند الفرن باخذ خبز ودين، هذا هذا يعني صح مو صح؟ في ناس باخذ ملايين مو صحيح. طيب ما انا عارف انا طبيعه الحياه شو هي بالاغوار الجنوبيه. نعم. وعند اخواننا بالمزرعه والحديثه والاغوار الوسطى والشماليه وبكل الاردن والله عارفينها يا اخو. وهي البندوره بطلت تنباع على وقت على وقت الغوار على وقت المزارعين بطلت تنباع البندوره. وكبار هالشخصيات اللي مسميين حالهم كبار استحوذوا على كثير من الوحدات الزراعيه بالاغوار، مش هذا اللي حاصل؟ والله خذوه. أيوة. والله خذوه انه احنا عارفين. بعدين يقول لك اخذناهن بطريقه قانونيه، غرقوا اهل الاغوار بالديون وبعدين ما قدر شيء يسد. ويقول لك يعني احنا اخذناها بشكل قانوني. والله خذوه صلبطه. لا حول ولا قوه الا بالله. روبين شكرا من الاغوار الجنوبيه، شكرا لك. إذا الحكي ما في أي نتيجة ما حدا يسمع ليش الحكي كله. طيب عبد المجيد زعبي مساء الخير إليك. تركي حسن الطراوني مساء الخير، وخليل العواد مرة ثانية. أبو أحمد الشرفات يقول رواتب الضمان سيئة جدا وزيادة التضخم، يعني عندنا مشاكل كثيرة جدا يشير إلها. قد يكون روبين آخر اتصال بالبرنامج. طيب إذن هل تؤيد استبدال الطاقم الاقتصادي في الحكومة بسبب الإخفاق المتواصل في معالجة ارتفاع نسب البطالة والفقر؟ يقول المواطن الأردني من خلال الاتصالات والتقرير والتعليقات أيضا، يا دولة رئيس الوزراء اطلع لك يوم أنت وفريقك الوزاري ويعني ما قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر وشوفوا يعني كم يتواجد عند الحاويات اللي موجودة بالشوارع بحثا عن لقمة عيش. يقول أو تقول الحكومة وتكرر بأنها تبذل كامل جهدها في توفير حياة كريمة للمواطن، ولا يجد المواطن على أرض الواقع من شعارات الدوار الرابع أي شيء على الإطلاق، فيصف المواطن الأردني بأن الفساد مستمر وأن المتنفذين في مفاصل الدولة هم أصحاب المناصب وباقي هاي التفاصيل وهم كيفين ومبسوطين على الآخر، أولادهم يقرأوا أجمل قراءة وأجمل حياة وأجمل قصور وأجمل فلل وسمي ما شئت، وحتى كلابهم أجلكم الله تأكل من أضخم المولات الموجودة في العاصمة عمان. ومن يستطيع أن يجد للمواطن أي تفاصيل أخرى هذا قد لا يكون موجود في مثل هذه أو في مثل هذه الحكومات على رأي المواطن، وإلا لما وصلنا إلى هذا الحال اللي إذا كان في رئيس وزراء أو وزير أو مسؤول ويقول لك يعني بدنا ندبر حالنا ونمشي هالأمور شوية. طيب إحنا بضائقة بكورونا بأزمة اقتصادية عالمية بكل التفاصيل اللي صايرة، أيهما أكثر قربا للمشهد؟ المواطن العادي اللي مش لاقي لقمة خبز، ولا المسؤول كرئيس وزراء أو وزير أو رئيس ديوان ملكي أو رئيس مجلس إدارة؟ طيب احنا نفهم بأنه إذا عائلتك أسرتك أصيب يعني تأثر دخلها، تأثر الدخل اللي فيها، يعني كل واحد موجود بالبيت يقدم إيثار، فأين هو الإيثار الذي قدموه رؤساء الحكومات؟ مش انت منتمي للأردن؟ مش فلوسك من فلوس الأردن والبنوك وغيرها من باقي التفاصيل؟ لكن هذولا يعني سكان بالأردن وليس لديهم أي مواطنة، لأن هناك فرقا بين المواطن وبين الساكن. شكرا. بهذا نأتي إلى ختام نبض الشعب في هذا المساء. من تحية مني نضال الخرشة، ألقاكم بعد قليل في واجه الحقيقة. حتى ذلك الحين أطيب المنى وإلى اللقاء.